نبلش بالطاقة العامة، البرج العذراء. برج العذراء بالفترة الحالية أشوف إنه طاقتك العامة، أنت حاليا أشوف إنه متخلي عن طاقتك الترابية الهادئة المستقرة، والطاقة اللي غالبة عليك هي الطاقة المائية، طاقة المشاعر. فأشوف إنه أنت راح تكون شوية منغلق على نفسك خلال هاي الفترة الأسبوعين الجاية. راح تتواصل أكثر ويا نفسك ويا روحك الداخلية مثل ما نقول، لأنه أشوف أنه راح تبلش تحاول تفهم مشاعرك، قراراتك، تتعرف على نفسك أكثر، لأنه أحداث هواية صايرة بيك بالماضي، وهاي الأحداث مخليتك تقريبا ضايع. أنت بالفترة الحالية ما قاعد تعرف تركز على أوضاعك العاطفية أو أوضاعك العامة، أوضاعك المالية، أوضاعك المادية، أوضاعك الصحية. المشاعر أشوفها غالبة عليك هواية، وأنت دا تحاول تفهم مشاعرك، أما تجاه شخص أو حتى ممكن تكون دا تحاول تفهم نفسك، تفهم أنه أنت ليش قاعد تاخذ هيجي قرارات. أشوف أنه أكو شخص ممكن ظهر بحياتك أو راح يظهر بحياتك خلال الفترة القادمة. هذا الشخص أنا البعض منكم أشوفه شخص من الماضي، لأنه أشوف بالأسبوع الأول أكو شخص من الماضي علاقتك بيه صار لها فترة طويلة منقطعة الاتصال، التواصل بينكم مقطوع، راح يبلش يظهر بحياتك مرة ثانية. فأشوف أنه أكو خبر سريع، حدث سريع، أو حتى ممكن مسج سريع راح يوصلك خلال هاي الفترة. وأشوف أنه هو بخصوص شخص مختفي صار لفترة طويلة، ممكن يكون من شهر الثامن أو صار لحتى 8 أشهر مختفي. هذا الشهر يعني هذا الشخص مختفي من حياتك، وهذا الشهر أشوفه راح يرجع. هذا الشخص كان بينك وبينه مشاعر، أشوف كان بينك وبينه حب ثقة، بس فجأة أنه هذا الشخص قرر أنه هو يرحل من العلاقة بدون مبررات، لأنه أكو شخص من عندكم كانت العلاقة مو كافية بالنسبة له، أو هو ما كان سعيد بهاي العلاقة، ما يحس إنه هي العلاقة اللي يحلم إنه هو يستمر بيها ويكمل بيها، يعني شلون حياته أو تتطور لمرحلة أعلى، فاضطر إنه هو يترك العلاقة. حتى إذا كانت البعض منكم ممكن يكون هذا الشخص اختفى فجأة من حياتك بدون مبرر وبدون حتى مشكلة تستاهل إنه هو يبتعد عنك. ورحل خاصة أشوف هنا إذا كان الشخص اللي تتعاملون وياه من برج العقرب. أشوف طاقتك العامة إنه أنت بدك تحاول إنه تبدأ بداية جديدة بشيء أنت تعرف إنه هو أوريدي منتهي، فأنت قاعد تبحث عن شيء ميت وتحاول إنه ترجع للحياة خلال هاي الفترة. مثل ما قلت لكم ممكن تكون هذا الشيء هو علاقة من الماضي. أشوف إنه أنت عندك تواصل راح يكون أو خبر راح تسمع على شخص من الماضي، هذا الشخص علاقتك بيه كانت بيها هواية أون أوف، يعني هذا الشخص كان هواي يصير بينكم خلافات، وإنه هو يختفي فجأة ويرجع فجأة. البعض منكم ممكن يكون هذا الشخص تركك وسافر لمكان ما، وخلال الفترة القادمة أشوف هذا الشخص راح يرجع، لأنه أشوف التواصل بينك وبين شخص مقطوع صار لفترة طويلة راح يبلش ينعاد، خاصة خلال الأسبوع الأول. أشوفك هواية قاعد تفكر بالماضي، هواية قاعد تباوع بالصور، تذكر ذكريات الحلوة اللي كانت بينك وبين شخص، عندك حنين هواية لهذا الشخص اللي مختفي عنك، خاصة إذا طاقته مائية. أو هنا عندنا برج السرطان موجود، برج العقرب، برج الدلو، برج الأسد أو برج القوس، فأيا كان أو أي برج ثاني لا تتقيدون بالأبراج، المهم أنه الطاقة نفسها أو القراءة تنطبق وياكم، مو شرط البرج يكون موجود، بس هي يعني الأبراج اللي موجودة أنا أقولها للناس اللي تريد تتأكد من القراءة ممكن تنطبق عليهم 100%. فأشوف عندك موضوع معلق من الماضي صار لفترة طويلة، الموضوع ممكن يكون انت فقدت الامل بيه وتركتها على رب العالمين، وهي شلون ما تجي تجي من بعد انتظار طويل. التواصل اشوف اللي انت منتظره راح يجي وراح يفرحك هذا التواصل خلال اول اسبوع، راح تفرح هواية خاصة اول 8 ايام بالشهر. بعد ما يجي هذا الشخص خلال اول 8 ايام من الشهر الثاني اشوف انه انت راح تفرح هواية برجعة هذا الشخص الك،
وراح مثل اللي تفاؤل يرجع لحياتك، تحس انه العلاقة راح تبلش تبدأ من جديد وراح ترجع تتحسن وهيك. بس يعني يؤسفني اني اقول لك انه هذا الشخص اللي انت متمسك بيه واللي هو من الماضي وانت تحاول ترجعه، وهو راح يرجع فعلا والعلاقة راح ترجع بيناتكم، ولكن ممكن الفرحة اللي بينك وبين هذا الشخص برجعته راح تكون يعني فرحة وقتية أول يوم، لأنه أشوف أنه أنت بالأسبوع الثاني بعد فترة من الفرحة اللي أنت فرحتها برجعة هذا الشخص عفوا، أشوف أنه هاي الفرحة شوي شوي راح تبدأ تتبدد مثل ما نقول، راح تقل، تبدأ تقل لحد منه أشوف طاقتك النصف الثاني من فبراير أو حتى الأسبوع الثاني بالتحديد، أنه راح ترجع تنغلق على نفسك مرة ثانية، رغم وجود هذا الشخص اللي أنت منتظر صار لك فترة وكنت تظن أنه أنت هذا الانغلاق اللي موجود عندك أو الوحدة أو الزعل اللي أنت كنت بيها هو لأنه هذا الشخص ما موجود، بس راح تكتشف أنه هذا الشخص برجعته أنت أيضا ما راح تكون سعيد. انت مجرد كنت متخيل انه هذا الشخص هو سبب سعادتك بالدنيا وهو سبب راحتك، ولكن بعد رجوعه راح تكتشف انه انت هواي شغلات بهذا الشخص ما راضي بيها، ممكن تكون كانت عندك امل انه هذا الشخص متغير، ولكن انا اشوف انه هو راح يرجع بنفس الاطباع اللي كانت موجودة عنده بسابق، لهالسبب انت راح ترجع تنعزل تزعل على نفسك. البعض من عندكم اشوف انه انت بعد رجعت هذا الشخص الك من راح يرجعك بالتواصل اذا كان بيناتكم مثلا بلوكات او شيء، فمن راح ينفك البلوك عنك راح اشوف البعض منكم راح يحاول انه يراقب هذا الشخص، يراقب صفحاته على الفيسبوك منشوراته، وراح يكتشف شيئا ما هذا الشيء هو اللي راح يخليه يصير عنده نوع من الزعل، فراح يزعل وراح يتباعد عن هذا الشخص اللي موجود واللي هو رجع أساسا من الماضي. أنا دا أشوفه هنا ممكن البعض منكم هذا الشخص ما يكون راجع بعده، وأنت راح تكتشف إنه هو ممكن عنده علاقة جديدة ودخل شيء جديد، ممكن تكون منتظر كارما، منتظر انتقام من هذا الشخص أو حق يرجع إليك، ومن راح تفوت وراح تشوف أموره إنه هو بينه كلش حلوة على التواصل وماشية وحياته عدلة، فراح يصير عندك نوع من الزعل انه ليش هو مرتاح بحياته وليش اني مثلا تعبان، ليش اني ضحيت وتعبت تالي خسرت وهو عاش حياته طبيعي. يعني اشوف عندك نوع من هاي التساؤلات، لان عندك وقفة ويا نفسك راح تكون بالاسبوع الثاني، راح تفكر، راح تعيد تفكيرك، تعيد تقييم الامور، راح تنسحب تنغلق على نفسك. اشوف عندك نوع من الانغلاق هاي الفترة، يعني راح تكون منغلق على نفسك ومجرد تفكر بالماضي، تفكر بالحاضر، تفكر بالآلام اللي مريت بيها، الذكريات سواء كانت سلبية أو سواء كانت حلوة، بس أشوف عندك تعلق كل الشديد بالماضي، وهذا الشيء هو اللي مسبب لك هذا النوع من الزعل، لما نقول اكتئاب، ولكن الحالة النفسية المتعبة، فلازم تحرر نفسك من هاي الطاقة، تحرر نفسك من الماضي، حاول إنه تفكر بالمستقبل، تفكر بإيجابية، لأنه الماضي شيء صار وراح انتهى، يعني احنا ما راح نقدر نرجعه ولا راح نقدر نعيده، فعلى شنو نتعب نفسيتنا بالتفكير به، واحنا نقدر نفكر بالمستقبل ونخلي كل شيء صار بالماضي يبقى ورانا، لأنه هو بعد صار، هو الشاطر اللي ياخذ درس من الأغلاط اللي مر بيها بالسابق، فأخذ درس من الماضي، ولكن لا تبقى عندك هاي الطاقة الشديدة مال التعلق اللي موجودة عندك بالماضي وما قاعد تقدر تتخلى عنها أو تطلع منها. بس أشوف بنهاية الأسبوع الثاني راح تستعيد السيطرة على نفسك، تستعيد السيطرة على أمورك، راح ترجع تحمي نفسك، راح ما أقولك تطلع من القوقعة، ولكن يبلش يصير عندك يعني كلام ويا الناس، ترجع تنخرط بالحياة الطبيعية يعني، ولكن مع وجود حذر شديد، لأنه البعض منكم أشوف هذا الشخص راح تكون رجعته سريعة وطلعته من حياتكم بعد أسرع، وراح يرجع يسبب لكم نوع من الجرح، فهذا الشخص إذا رجع أنا ما أشوف أنه هو راح يبقى وياكم فترة طويلة، بالعكس هو راح يرجع فترة، ممكن من نهاية الشهر الثاني هو راح يرجع يختفي مرة ثانية، وممكن أقرب، ممكن بالأسبوع الثاني، لأن أنت عندك زعل وانغلاق على النفس بالأسبوع الثاني، لأن أنت قاعد تتعامل ويا شخص أناني، وهذا الشيء راح تكتشفه
وهو اللي راح يخليك يصير عندك هذا النوع من الزعل. على الصعيد العملي والصعيد العام إلك يا برج العذراء، أشوف إنه صار لك فترة منتظر مبلغ مالي، أو حتى ممكن تكون فرصة عملية من شخص منتظر تواصل. أشوف التواصل راح يكون موجود يوم 8 بالشهر أو خلال 8 أيام من تاريخ شوفتك للفيديو. أشوف إنه أكو تواصل من شخص بعيد، شخص يعني ممكن يكون مسافر، ممكن يكون بغير محافظة، وهذا التواصل راح يكون بخصوص موضوع عملي. ممكن البعض من عندكم، أشوف أكو عندكم أوراق سفر، فأشوف إنه أكو سفرة خلال هاي الأسبوعين. السفرة راح تكون سريعة، وما أشوفها سفرة طويلة يعني كهجرة أو شيء، وإنما أشوفها سفرة سريعة، ممكن حتى من محافظة لمحافظة تطلعون كزيارة ونسة، أو حتى موضوع عملي يتطلب سفر. البعض من عندكم أشوف هذا الموضوع موضوع عملي ويتطلب سفر المكان، أو ممكن حتى شخص يعرض عليك شغل، هذا الشغل يكون بيه تنقل من محافظة لمحافظة، أو يكون بغير المحافظة اللي أنت أساسا موجود بيها حاليا. وأشوف هذا الشغل من راح يجيك الخبر راح تفرح بيه هواية، وراح يصير عندك نوع من التفاؤل، راح يرجع لك التفاؤل بالحياة، يعني لأنه أكو فرحة، أكو بشارة خلال الأسبوع الأول والأسبوع الثاني. عندك انتصار، البعض من عندكم أشوف عندكم انتصار على ناس تحدوكم بمواضيع هواية، وكانوا يقولوا لكم أنه أنتو راح تخسرون بفلان موضوع، أو حتى إذا كان على رجوع ممكن اكو ناس متراهنة وياكم انه هذا الشخص ما راح يرجع، واذا رجع يعني بينكم رهن او شيء. فاشوف انت راح تنتصر، لانه هذا الشخص حتى اذا كانت رجعته قصيرة فاشوف انه هو راح يرجع. انت من راح يرجع صح راح تزعل على نفسك، ولكن نفس الوقت اشوف راح يصير عندك نوع من الراحة النفسية انه هذا الشخص رجع لك، وانت كنت متوقع انه هو ما يرجع. او ممكن حتى اكو بعض الناس اللي من شخص يتركها تريد بس هذا الشخص يرجع حتى ترتاح نفسيا، تحس انه هي مرغوبة، لانه اشوف ثقتك بنفسك يعني زعزعها هذا الشخص من طلع من حياتك. فاشوفك راح تسترجع ثقتك بنفسك، وعندك اوراق هنا حلوة مال الانتصار، فاكو انتصار لك واكو شفاء. البعض من عندكم اشوف انه ممكن اوضاعه الصحية متعبة صار لفترة، عنده مواضيع تخص الظهر، والبعض من عندكم متخوف من موضوع عملية. ممكن العملية بعد 4 أسابيع تتم إن شاء الله وتكون العملية على خير. إذا كان البعض من عندكم عنده موضوع عملية، أوضاعك الصحية ما أشوف أكو عندك يعني شيء يخوف، ولكن حاول إنه تهتم بصحتك، تعدل نومتك، لأنه أكو أرق ونومك أشوفه مو عدل هاي الفترة، وهذا الشيء قاعد يسبب لك أيضا من نوع من أنواع الاكتئاب، هو بسبب الزعل أنت ما قاعد تقدر تنام، وهذا الشيء ده يسبب لك أرق وصداع، وقاعد نفسيتك تتعب أكثر وأكثر. فهي الحالة الصحية مرتبطة ارتباط وثيق بالحالة النفسية، فحاول إنه تحسن من حالتك النفسية حتى حالتك الصحية أيضا ترجع تتوازن. الأشياء الغير متوقع حدوثها قلت لكم، البعض من عندكم أشوف أكو عندك انتصار، أما بموضوع عملي أو موضوع عاطفي أشوف إنه أكو خبر راح تسمعه، هذا الخبر راح يكون بمثابة انتصار، أو ممكن حتى أمنية إلك أنت منتظر إنه هي تتحقق. أشوف إنه راح يجيك الخبر هذا وراح تحس إنه هاي الأمنية تحققت، وراح تستعيد سلامك النفسي. أهم شيء اللي هو أنت اللي راح تعاني من فترة قلت لك راح تنغلق على نفسك، فأشوف إنه أنت راح تستعيد سلامك النفسي خلال هاي الفترة. على الصعيد العملي أشوف عندك أمنية راح تتحقق، أو موضوع صار لك فترة أنت منتظرة وطول هواية، مثل ما قلت لكم ممكن تواصل، ممكن شغل جديد، وهذا الشيء أشوفه راح يصير بسرعة، وأنت راح يعني تفرح بيه هواية. فأكو شيء غالي عليك، عزيز عليك، أنت متمنيه صار لك فترة ومنتظرة، أشوف أنه من بعد انتظار هذا الشيء راح يصير. وأشوف عندك سرعة أو حركة خلال هاي الفترة، يعني مو بداية الأسبوع الأول راح تكون شوية رتيب، ولكن نهاية الأسبوع الثاني
ولحد نهاية الشهر أشوف الأمور كلها راح تبدأ تتحسن وتنقلب لصالحك، راح تستعيد قوتك، راح تسترجع من بعد فترة الركود اللي كنت بيها، أشوف راح تسترجع نشاطك مرة ثانية، ترجع تركز على شغلك، تركز على دراستك إذا كنت طالب، تركز على حياتك إذا كنت فاقد حياتك بصورة عامة، يعني ما قاعد تعرف وين تروح وين تجي وتارك أمورك كلها على الله. فأشوف عندك استعادة للسيطرة راح تصير وللتوازن، في سبيل توازن أمورك. والبعض من عندكم العزاب، أشوف أنه العزاب من برج العذراء، أنتم تابعين شخص على التواصل الاجتماعي، هذا الشخص ممكن يكون شخصيته قوية كلش، وكشكل هو شكله من النوع اللي يعني شكله عنده كاريزما معينة يجذب من أحد يشوفه، أنت بينك وبينه أكو جذاب غير طبيعي، ولكن هذا الشخص أشوف تقريبا هو مبين لك إن هو ما مهتم لك أو ما شايفك، ولكن هو بالحقيقة يعرف إنه أنت مراقبة وهو أيضا مراقبك. فأشوف إنه العزاب خلال الأسبوعين هذه أكو لك مواجهة راح تصير بينك وبين شخص أنت مراقبة بالسر، و انت خايف انه تعبر له عن مشاعرك لانه تحس انه هو كلش متباعد. البعض منكم اشوف هذا شخص ممكن يكون مشهور بالتواصل الاجتماعي، يعني مو شرط مثلا مشهور انه فنان وممثل، ولكن ممكن يكون عنده فولور هواية او هو صانع محتوى معين وانت متابعه وعندك اعجاب اتجاهه، وده تحس انه اوه هذا شخص بعيد، هذا شخص ما ممكن يفكر بيه، هذا شخص ما ممكن يجي، او حتى اذا كان مشهور يعني بالمكان بس اللي هو بيه، فانت تشوف انه مشاعرك اتجاهه من طرف واحد، وتحس انه هذا الشخص ما عنده مشاعر وما شايفك اصلا، ويعني ما يدري بيك حتى موجود، ولكن اشوف انه هذا الشخص هو لابس قناع اللي هو ما مهتم وما شايفك وما يعرف، ولكن هو يعرف بحقيقة مشاعرك اتجاهه. واشوف انه هو عندك امنية راح تتحقق ويا هذا الشخص، لانه اشوف راح يجي وراح يحكي وياك وراح